مرحبا أحبائي المفكرون، كيف حالكم؟ سوف يكون حرفنا لهذا الأسبوع هو حرف الألف. إذن هكذا يكون شكل حرف الألف. سوف نمارس أحبتي المفكرون الكثير من المهارات، مثل مهارات الاستماع والتحدث. سوف نقوم بسماع القصص الجميلة عن حرف الألف، مثلا مثل هذه القصة. حرف الألف: أنا أمير، أنا أحب الرسم. اشترى لي أبي علبة ألوان، رسمت أسداً ورسمت أناناساً. إذن سوف نستمع إلى الكثير من القصص عن حرف الألف والكثير من الفيديوهات والنصوص، ثم سوف ننتقل لمهارة القراءة، حيث سوف نقوم بقراءة كلمات بسيطة عن حرف الألف، مثل أرنب، أسد. هنا الألف الممدودة، مثل كلمة كتاب، غزال، فراشة، خاتم. وأيضا سوف نمارس مهارة الكتابة. سوف نبدأ أولا بتتبع النقاط ونهيئ أنفسنا لكيفية مسك القلم بالطريقة الصحيحة، وسوف نتدرب على طريقة مسك القلم بالطريقة الصحيحة وتتبع النقاط، ومن ثم سوف نقوم بتلوين حرف الألف وتتبع النقاط لكتابة حرف الألف بالشكل الصحيح. وعليك هنا عزيزي الطالب أن تقوم بالتلوين داخل الخط، وبعد ذلك سوف نمارس المهارات الاجتماعية حتى تبني علاقات اجتماعية إيجابية مع الآخرين، وأن تتعاون مع زملائك، وأن تظهر الذكاء العاطفي، وأن تكون واعٍ اجتماعياً، وأن تتحمل المسؤولية وتحل الخلافات بينك وبين أصدقائك. وأيضاً سوف نمارس المهارات مهارة إدارة الذات، أن تتعلم من نفسك وتحافظ على ممتلكاتك، وأن تقوم بالسلوك الإيجابي، وأن تتحكم بردات فعلك، وتعرف كيف تحافظ على صفك وممتلكاتك. إذن هذا كل ما لدينا عن حرف الألف. شكرا لكم، وإلى اللقاء في حرف جديد. شكرا لكم.